هل انت كمان حاسس ان الشولو كيو عاد مليان ترولوند؟ لا نفس الشيء ما تغير، احنا في يعني دحين في الجولد بلات، يعني في اللو جولد في الميد جولد نفس الشيء ما تغير شيء. خليك من الناس اللي في التشالنجر اللي بتمر عليهم حالات مشاكل، بس احنا نفس عدد الناس ونفس الهبل ونفس الترولات ونفس كل حاجة. بطل كده صح كبير يا ولدي، خد واي ما تدلني ايش عرفني انا شو معلقه في يدي. ايش عرفني انا هتخش ولا ما هتخش؟ اوكي ماني فاهم ترى ولا شيء، والله ماني فاهم ولا شيء. I really don't understand. تضيع لي نخش على اللي في اليسار، تخش فلاش كيو على اللي في اليمين، ماني فاهم والله، انا ما افهم ترى. يعني اذا تبغى تسوي زي كذا بس قل لي يعني. ايش فهمني انا، ايش عرفني وانا هذا القريب وهذا البعيد، والله ايش عرف ما ادري. يعني حتى لو ابغى اترجم انا رحت اضرب بين انا معاهم ترى. اوكي وش على ده؟ اوكي جدت اوت اوت يا ولد. ما توفوز لما نيجي خش علي وراي سويت التي يا اخي ايش الهبل ده يا سويت التي وطلع لي فجأة فاكمين فين هنا اوتوت مدمر يا الله مدمر I'm gonna kill me myself man. حرام عليك مرتين يعني يمشي وقف ياكل كفين ويمشي بعيدين. خش سوي اي كيو وارجع. لا ما ابغى اسوي ولا شيء. اتفرج عليهم دحين. خش دحين خش الله يقرفك يا شيخ. روح على طول ما تسيبه. بشويش اي والله الله يسعدك يا شيخ. اول مرة تبدأ بفلاش كيو اول مرة. الله يسعدك يا شيخ ابوسك جننتني. لانه لو سويت الاي كان ضيعتها. ما تتعود المفروض ما اقدم قلت لك المفروض ما اقدم. طب شنو تقتلني اموت انا وانت يا اخي؟ خاف الله يا اخي. ايوه طبعا اموت انا وانت. خش موت. طيب انا اموت وانت نموت. لازم نموت مع بعض. يا الله ما هي مسألة ليونة مدمر. I don't know whether انت يعني انا ضاغط عليك ولا هو انت كده ولا فاهمني.
لا من جد، وانا هطلع من ام اللين ده لين نكد. حرام عليك مدمر، حرام حرام حرام. المشكله لو برونز ما ازعل منك. دايموند دايموند، الله يصبرنا. العب يومي، لا تلعب الا يومي. خلينا اجيب شاهي، اظن الدماغ تبخر عندي يا عيال. وايش رايك في انه شخص يسوي بزنس وهو طالب في جامعه وينتظر يتخرج اول؟ سؤال جدا عام صراحه، فاجابته يعني حتكون جدا عامه برضو. يعني عادي تسوي بزنس وانت في الجامعه ما تاثر على جامعتك، اتس فاين. تسوي بزنس بعد الجامعه قبل ما تشتغل وتدرس، اي قبل ما تاخذ اكسبيرينس، سم تايمز اتس فاين. تاخذ اكسبيرينس اول وبعدين تروح تسوي بزنس، هذا يفضل بالنسبه لي. بس في كل الحالات يعني تختلف انواع البزنسز وتختلف الامكانيات حقت الاشخاص، فما حقدر قلت لك يعني اديك جواب يعني وافي وكافي. سؤال عام جواب عام، سؤال يعني تو ذا بوينت مخصوص زي الناس اللي تديني فكره، تديني الهيستوري، تديني هذا ممكن. انا ايام الجامعه اشتغلنا فريلانسرز وكنا نصمم برامج ونبيعها احنا مجموعه. طبعا في البدايه كل واحد كان شغال لحاله، وبعدين اكتشفنا بعض، بعدين اشتغلنا مع بعض. بعد ما تخرجت من الجامعه سوينا بزنس مع بعض احنا كمجموعه وفشلنا. يس. بس الفشل ما كان سببه قلة المعرفة ولا 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 قلة الخبرة، كان سببه انه كل واحد فينا كان يبغى يتوظف، كان يبغى يشتغل في الشركة في نفس الوقت. احنا ثلاثة كنا مع بعض، وفي البداية كان الوضع ماشي كويس. بعدين واحد من الشباب جاته بعثة حقت امريكا، شال حرمته وعياله وطلع، والثاني فصرنا اثنين بدل ما نكون ثلاثة. والثاني بعدين يعني جات وظيفة ما شاء الله تبارك الله كبيرة، فاضطر يصرف وقت مرة كثير فيها هناك. صرت أنا الحالي في وضع مزري، صار أيام الأسبوع في الوظيفة والويكند لما تكون يعني كان عندنا عملاء في الرياض مثلا وفي الشرقية، فكان عشان أنا كمان بادئ من الشرقية أصلا يعني، فكان أحيانا يجيني عميل عنده مشكلة نرسل الشباب، إذا ما أرسلنا الشباب أنا أحيانا أضطر أروح فأخذ الويكند وأروح ولا أخذ بريك وأروح. قررنا بعد كم سنة يعني 3 أو 4 سنوات إنه إحنا يعني كنا متربحين، كنا نطلع فلوس بس كنا نطلع فلوس قليلة يعني، ما كنا الحمد لله ما كنا خسرانين، كنا نطلع فلوس بس فلوس قليلة وكانت ما تسوى الجهد اللي. فأخذنا قرار إنه إحنا نوقف. وهذه مشكلة يعني أحيانا تكون هذه المشكلة، إنه أنت ما أنت عارف إيش الأوبجكتيف اللي تبغى توصل له ولا إيش اللي تبغى تسوي. بس أعرف ناس في بداية حياتهم العشرينية دوب متخرج أو ما تخرج من الجامعة وعنده بزنس ناجح ما شاء الله تبارك الله، بغض النظر عن طبيعة البزنس يعني. طبعا في بزنسز تتطلب خبرة كبيرة، وفي بزنسز ما تتطلب، أو مو ما تتطلب، تكون يعني ديسربتيف، ايدي جديدة، يسوي حاجة في السوق، تجي له فلوس مرة كثير، يقوم يجيب كونسلتنس وناس فاهمين يساعدوه في الإدارة ويعلموه كيف يسوي الشغل، وارد. وفي البزنسز البسيطة يعني، هو اللي يسوي كريبتو بزنس، اللي يسوي استثمارات بنفسه، اللي يسوي هذه ما يحتاج لها دفع. بس أنا من الناس اللي مقتنع قناعة تامة أنه العلم يعني ضروري، سواء العلم الجامعي أو الغير الجامعي. في النهاية الجامعة تفتح لك بيبان ما تنفتح ما تنفتح إلا بيها، وفي محلات ما تقدر تشتغل فيها إلا بالخبرات هذه يعني، إلا بالشهادات هذه. تأخذ خبرة، بعد ما تأخذ خبرة الخبرة هذه تترجمها إلى بزنس خاص. بالنسبة لي هذه من أفضل الطرق، فأنت تستخدم بداية العشرينات في حياتك لأنه أنت تبني يعني مستقبل